أما هلأ فرح وصلنا لمحطتنا الأخيرة اليوم. خلال صباحنا حكينا ثقافة شهر رمضان، عادات، وكنا ضوينا على مساحتنا الاجتماعية. وبآخر فقراتنا اليوم رح نحكي ضمن الشهر الكريم حياة الرياضة كيف ممكن تكون. اليوم نعرف الصايمين بيكونوا دائما بيتعبوا وما عندهم هاي القدرة والطاقة انهم يعملوا كل التمارين المطلوبة، ولكن كثير هي مهمة وضرورية حتى ولو بفترة الصيام. هدول المعلومات وغيرهم، اوقات التدريب وكمية الجهد والساعات، معلومات رح نتعرف عليها مع ضيفنا الكوتش صافي العكش، خبير لياقة بدنية وفنون قتالية. بدي رحب فيك وصباح الخير لإلك. يا اهلا يا اهلا، صباح النور. الله يسعد صباحك كوتش مرة ثانية، ورمضان كريم ينعاد عليك يا رب. خليك يا رب، ينعاد على الجميع ان شاء الله بالخير. وعليك يا رب. كوتش، مثل ما قالت رشا، العادات بشهر رمضان هي عادات خاصة. السؤال دائما المطروح، في رياضة او ما في رياضة بشهر رمضان؟ في رياضة طبعا. تمام، خلينا نوضح الآلية كيف بتكون. يعني هي رياضة بدها تكون على أسس معينة. اول شيء بدنا نختار الوقت المناسب، بدها تكون الشده مناسبه للتمرين، حتى طبيعه الاكل بده يكون مناسب لوضع التمرين. احنا يعني اذا حابين يعني مثلا ناس تحافظ على الشيب تبعها، او حابب واحد مثلا او ينزل وزن، لانه هي الفرصه كثير مناسبه للتنشيف. يعني بحس الواحد اذا بده يروح الدهون وكذا كثير. طب وضح لنا كوتش، امتى الوقت المناسب؟ شو الاكل يعني؟ خلينا يعني تقريبا افضل وقت هو للتمرين يا قبل الفطور تماما، يعني بنص ساعه بساعه، بحس الواحد خلص التمرين دغري يروح على الفطور وعلى شرب السوائل، لانه انت بتعرفي الرياضه فيها استهلاك كثير للسوائل بالجسم. طبعا. او بعد الفطور بساعتين لحتى يهضم الاكل، يعني حتى يكون عنده قدره، وبتعرفي المعده بتكون الأفضل. مدفومه. انا برايي حسب هلا اللي بده يخفف وزن ويزيل الدهون، الافضل قبل الافطار، لانه السوائل بتكون تقريبا خالصه، بصير ياخذ من الدهون بالجسم المخزون. ايه يعني بينزل الوزن منيح. بعد الفطور اللي بده يضل محافظ على الكتله العضليه تبعه، اذا كان مثلا بيلعب حديد او كمال اجسام، بيضل محافظ على الكتله العضليه تبعه بعد الفطور احسن، لانه بكون الجسم دخله بروتينات منيح لحتى تفيده بحمل الاوزان. تمام، حكينا عن موضوع اللياقة والتنحيف وتنشيف الجسم. شوف الرياضيين دائما بيروحوا مثل ما حكيت حضرتك بفترة رمضان انهم يستغلوا الصيام ليقدروا يتخلصوا من الدهون الزايدة. اليوم التمرين بيعمل جهد، بيعمل عرق كثير بجسم الانسان، وبالتالي بصير في عطش بمقابل هذا الجهد. اليوم كيف نحن قادرين ونحن صايمين وخلال التمرين نتجنب موضوع العطش؟ طبعا هلا التمرين لازم ما يكون في جهد زياده، يعني انا ما بتدرب هلا مثل ما اكون عم بتدرب وتكون فاطر، بده يكون في شده تكون وسط متوسطه، لا هي عاليه كثير ولا هي كثير منخفضه، وسط، بحيث يقدر يكمل التمرين. طبعا مده التمرين يجب ان لا تتجاوز 50 دقيقه او 60 دقيقه، يعني هذا الماكسيموم. الشغلة الثانية يحاول هو بين الفطور والسحور يكون عم يشرب كمية مي بين 3 لتورة و 4 لتورة، يعني كل شوي يشرب مي حتى يعبي السوائل قد ما في، بحيث إذا هو بلش تمرين المي اللي داخل جسمه تساعده شوي لحتى يكمل التمرين. بس مو كمية شوي، كثيرة إنه 4 لتر خلال فترة. إذا توزعت مثلا كل نص ساعة يشرب له مثلا كاسة مي أو كاستين مي، يعني مو سحبه واحده. تمام، هلا كوتش خلينا نحكي عن ابرز الاخطاء يلي ممكن الرياضيين يوقعوا فيها. البعض بيقول كل ما لعبنا رياضه اكثر حتى لو نحن صايمين ممكن نحن نستفيد ونحرق كميه كبيره من الدهون. يعني هذا ممكن يسبب تجفاف او اخطار او امراض. خلينا اليوم نحكي عن ابرز الاخطاء يلي بتشوفها هي اخطاء فعلا خطيره ونحن لازم نبتعد عنها بما يخص الرياضيين. طبعا التمرين الشديد غلط هذا الشيء برمضان، يعني اول شيء بسبب انهاك للجسم. نحن جسم ما في اكل، ما في مي، يعني جسم بيكون تعبان مرهق طول اليوم، مثلا خاصه اذا الواحد كان عنده شغل، يعني بينزل الصبح بيشتغل او عم يتعرض لحراره شمس او كذا، يبقى بده يكون هي كلها هو من الثقه، يعني انه ما يجور على حاله كثير برمضان. اذا قدر يحافظ بس على نوعا ما من اللياقه اللي كان مكتسبه قبل الصيام، او يحافظ قدر الامكان على الشيب المعين اللي كان كثير منيح، بتكون هي النتيجه عاملها. يعني
نحن اذا بدنا نبني عضل وكذا مستحيل برمضان، لانه يعني هو نظام، حتى نظام النوم بيكون مختلف عنه طبعاً. يعني اكثر الناس بيكون نومه قليل، يعني ما كثير بتنام، هذا الشيء بياثر كمان على الجسم، يعني بصير في انهاك وكذا. كبدايه رمضان بيكون لساته محتفظ شوي الواحد باللي كان عامله قبل، بس متى ما عدى مثلا 15 او هي ببلش الجسم ينزل داون. نحن بنكون دايرين بالنا كثير بوقت التمرين، مثل ما قلت يعني التمرين لازم ما يكون صباحي او الظهر، قبل الافطار بنص ساعه بساعه يتدرب حتى يروح مباشره للاكل وللشرب، او بعد الافطار بساعتين، يعني هي افضل وقت للتمرين. طيب كوتش، خلال الشهر الكريم بيمروا اوضاع وحالات المفروض اليوم الصبيه او الشاب يلي هنن داخل النادي انهم يوقفوا تمرينهم، شو هي الحالات اللي مو اليوم انه حضرتك ككوتش بتقول لهم انه وقفوا التمرين خلال الشهر خلال صيامكم؟ ايه يعني متى ما الواحد بلش يحس بدوخة خلال التمرين، بلش يحس بإرهاق زيادة ما عم يقدر يكمله، أو دقات القلب صارت متسارعة، لازم يوقف التمرين ما يكمل. يوقفه مؤقت أو بشكل كامل يعني؟ لا إذا تكرر هذا الشيء لازم يوقفه بشكل كامل يعني، بس إذا مثلا تمرين بجوز ما كان نايم منيح وما كان في سوائل كثير بجسمه، ممكن التمرين الجاي يكون أضبط يعني، بس متى ما مرة مرتين هي معناتها لازم يوقف ما يكمل. قصة سؤال كثير من الصبايا، قد ايه عندنا فرصة كبيرة انه نخفف الوزن، الوزن اللي كنا حابين انه نحصل عليه قبل شهر رمضان، اليوم من خلال التمرينات ومن خلال طريقة الأكل الصحي اللي حتخبرنا كمان عنها، نخسر كمية من الوزن؟ طبعا هي رمضان فرصة كثير مناسبة للي بده يخسر وزن، يعني إذا كان متبع نظام الأكل صح وإذا كان عم يتمرن صح. أنا لحتى أخسر وزن حكيت لازم يكون التمرين قبل الإفطار بنص ساعة، ويكون التمرين عبارة عن كارديو، بس كارديو شدة متوسطة، يعني لا كتير عالي إنه بحس ما أقدر كمل، ولا كتير يكون منخفضة متوسطة، بيحرق منيح من الدهون بالجسم. هلا بننتقل لنظام الأكل، بده يكون نظام الأكل نفس نظام الأكل اللي متبعينه قبل رمضان، يعني أنا ما بغير، بس نفس الوجبة بحطها، مثلا وجبه فيها بروتينات فيها سلطات، بحاول بلش مثلا بكاسه مي كاستين مي كم تمره، بحيث انه ما تكون الوجبه الدسمه فورا تفوت على البطن. بعدين بالسلطات بالشوربات مثلا هيك ببلش بنتقل لحتى اوصل للوجبه، بكون البطن تقريبا صار عندي درجه من الاشباع، بصير باكل بشيء قليل لانه انا عبيته تقريبا من السوائل اللي بدي اياها والالياف اللي لازمه لجسمي. هذا اذا مشيت على هذا النظام مع تمرين الكارديو قبل الافطار اكيد رح ينزل وزن. كوتش هيك بسؤال اخير، انت مع الرجيم تبع السعرات الحراريه؟ انه اليوم نحن بجوز من خلال هذا الرجيم عم نفقد كثير مواد غذائيه وفيتامينات، كرمال نقلل او نكون على حد معين، نحن اليوم مسموح لنا بس خلال نهارنا كله انه ناخذه. له اثار سلبيه، انت مع او ضد؟ حضرتك اكيد لك تجارب من خلال اللاعبين الموجودين ضمن النادي. ايه هلا انا بالنسبه للسعرات الحراريه اللي بده ينزل وزن اكيد لازم يكون مجهوده اكثر من السعرات الحراريه اللي بدخلها لجسمه، يعني مثلا انا بدخل 1500 كالوري باليوم، لازم احرق 2000. هيك لازم يكون، يعني لازم يكون فرق بين الادخال والحرق شي 500 كالوريز لحتى اقدر نزل الوزن تبعي. انا مو ضده للنظام هذا، بس لازم يكون نظام الاكل مستوفي شامل لكل تماما، يعني لازم يكون مدخل الياف بروتينات كارب، بس ما يتجاوز كميه الكالوريز اللي بدي اياها، يعني في انظمه يمكن 1500 1200 2000 بحسب انا قديش الجهد تبعي وقديش الكالوريز دخله، اكيد رح يصير في نزل وزن يعني. ان شاء الله. أكيد. شكرا لحضورك اليوم كوتش، رمضان كريم عليك، وهيك ان شاء الله دائما بتضلوا بصحتكم وعافيتكم. الله يخليك، وشكرا كثير على المقابله، وان شاء الله يكون الناس استفادوا منها. شكرا لك كوتش وموفق، يا رب نرجع لك كمان رمضان كريم ولهون.